أصدقائي، بداية أسبوع جديد، تحديات جديدة، وأكيد مثل ما بتعرفوا عندكم فرصة اليوم ونهار الثلاثة لحتى تشاركونا وتكثفوا اتصالاتكم، ويكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا فيها السحب نهار الخميس لتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. أصدقائي، هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فوتشر لأربع أشخاص من ويندر باست، وهي رحلة برمائية نقطة الانطلاق والنهاية من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. لهيك فكروا كتير منيح واتصلوا فيه لتكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هي الجزء الأكثر وضوحاً في العين، حيث تتكون من عضلة دائرية وأخرى طولية للتحكم في كمية الضوء المارة إلى شبكية العين، وهي ذات ألوان مختلفة منها البني والأزرق أو الأخضر، ويغلب اللون الأزرق في شعوب الشمال حيث يكون تأثير الشمس ضعيفاً. ما اسم الجزء الأكثر وضوحاً في العين ويتميز بألوان مختلفة؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق بيقول هي الجزء الأكثر وضوحاً في العين، حيث تتكون من عضلة دائرية وأخرى طولية للتحكم في كمية الضوء المارة إلى شبكية العين، وهي ذات ألوان مختلفة منها البني والأزرق أو الأخضر، ويغلب اللون الأزرق في شعوب الشمال حيث يكون تأثير الشمس ضعيفاً. ما اسم الجزء الأكثر وضوحاً في العين ويتميز بألوان مختلفة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخد أول اتصال لليوم ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني كيف كان الويكند، شو عملتي؟ رحت على الجولف البلد. يا سلام، يعني كان كتير حلو. رحتي نهار الجمعة؟ ايه. مين كان فيه من المطربين؟ ولا ما بتتذكري؟ ما بتذكر. اوكي، يعني انبسطتوا صح؟ ايه. اوكي، خبريني حليمة، عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ العدسة. العدسة. حليمة فكري شوي شوي. اوكي ويت، البؤبؤ، الشبكية، العدسة اللي نحن بنشيلها ونحطها، يعني هي العدسات الملونة. بس نحن وين بنحطها؟ شو المنطقة اللي بنحط عليها العدسات الملونة؟ هاي شو اسمها؟ البؤبؤ. البؤبؤ هو النقطة السوداء اللي بالنص. أنا قلت هاي الملونة هذه. شو اسمها؟ ما بعرف. شبكية. طيب شو رأيك هيك دوري على السريع وترجعي تتصلي؟ أوكي. شكرا لك حليمة. يعني حليمة عطتنا كثير الصراحة إجابات، إن شاء الله شي وحدة منهم تكون صحيحة. لسه صديقتي معك شوية وقت، رح أرجع خبرك شو المعلومة. معلومة بتقول هي الجزء الأكثر وضوحاً في العين، حيث تتكون من عضلة دائرية وأخرى طولية للتحكم في كمية الضوء المارة إلى شبكية العين، وهي ذات ألوان مختلفة منها البني أو الأزرق، ويغلب اللون الأزرق في شعوب الشمال حيث يكون تأثير الشمس ضعيفا. ما اسم الجزء الأكثر وضوحا في العين ويتميز بألوان مختلفة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. إذا بتحبوا بتقدروا تطلعوا هيك أسماء أجزاء العين. إذا قلنا أنه مو البؤبؤ، لأنه البؤبؤ هو الجزء الأصغر واللي دايما لونه أسود، وأكيد مو الشبكية، وأكيد مو العدسة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عذيبه صح؟ ايوه. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني عذيبه شو الجواب؟ القزحيه. اكيد اكيد. مساعده ولا بدون؟ لا بدون مساعده. اوكي، في حدا رح يشارك؟ موزه كيف سعيد. اوكي. الو. اهلا موزه، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ الحمد لله. سيف. شكرا لك. اوكي. الو. كيفك سيف؟ الو. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ سعيد بشار. اوكي. الو. اهلا سعيد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني صديقي شو الجواب؟ القزحيه. اكيد. الو الو. سارة؟ ايوه. سارة؟ ايه سارة. ايه،
كيفك سارة؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ قزحية. حدا ساعدك ولا أنت لحالك؟ شو؟ عديبة. أوكي عديبة، شكرا لعديبة. في حدا كمان؟ أمنة. ألو؟ أهلا وسهلا، كيفك أمنة؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ القزحية. كمان عديبة ولا أنت هيك؟ لا عديبة. أوكي، في حدا ولا خلص؟ خلص. أوكي، شكراً لكم أصدقائي، قدرت أخذ إجابات جزء من الشلة، ما بعرف الجزء الثاني وينه، بس أكيد أنا وربا عم نستنى مشاركاتكم، فكروا كتير منيح أصدقائي، وأكيد عم نستنى صديقتنا فرح نجمة الأسبوع لحتى تشاركنا وتخبرني شو الجواب. طبعاً حمزة ولينا، يارا، أفنان وبيان، وكل الأصدقاء اللي بيحكونا من إمارة الفجيرة ومن باقي الإمارات، فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، وتذكروا كل ما شاركتونا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين ونجوم الأسبوع. وتذكروا كمان أنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. ما اسم الجزء الأكثر وضوحاً في العين ويتميز بألوان مختلفة؟ شلة كانت إجاباتهم بالقزحية، بس حليم عطتنا تقريبا شي ثلاث إجابات. فكروا كتير منيح، كثفوا اتصالاتكم، ركزوا مثل ما بخبركم دائما، إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم، وكمان تسألوا جوجل اللي أكيد 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 رح يعطيكم الجواب الصحيح. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا أصدقائي واستغلوا الوقت الباقي، يعني تقريبا رح نقرب من نهاية الوقت، باقي أقل من دقيقة، لهيك فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم واتصلوا فينا وخبروا رينبو شو الجواب الصحيح. صار عنا أكثر من جواب، عنا البؤبؤ والشبكية والقزحية. للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الجزء الأكثر وضوحاً في العين ويتميز بألوان مختلفة؟ والجواب القزحية. مبروك للي شاركوا معنا وكانت إجاباتهم صحيحة، واللي كانت إجاباتهم خطأ لسه أكيد عندكم فرصة للمشاركة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأزرق، بس هالمرة هاللون بيقول من أضخم الزواحف التي لا تزال حية حتى الآن، ويشبه الضب في تكوينه، وهو حيوان برمائي يعيش في الماء واليابسة، يمتلك فما واسعا يحوي 60 نابا في الفك العلوي و40 في الفك السفلي، ويمتلك لسانا طويلا وله ذيل كبير يساعده في الحركة الانسيابية في الماء. ما هو الحيوان البرمائي الذي يمتلك فمًا واسعًا وشكله يشبه الضب؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول من أضخم الزواحف التي لا تزال حية حتى الآن، ويشبه الضب في تكوينه، وهو حيوان برمائي يعيش في الماء واليابسة، يمتلك فمًا واسعًا يحوي 60 نابًا في الفك العلوي و40 في الفك السفلي، ويمتلك لسانًا طويلًا وله ذيل كبير يساعده في الحركة الانسيابية في الماء. ما هو الحيوان البرمائي الذي يمتلك فمًا واسعًا وشكله يشبه الضب؟ فكروا أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. أيوة حليمة، خبريني صديقتي شو الجواب؟ قزحية. أوكي شوفي هي صح، بس هي جواب سؤال اللي راح. طب كيف عرفتيها؟ جوجل؟ خيته؟ يعني أختك؟ أوكي. طيب سؤالنا هلأ بيقول ما هو الحيوان البرمائي الذي يمتلك فمًا واسعًا وشكله يشبه الضب؟ سؤال كتير سهل. أكيد؟ أكيد. شكراً إلك. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. ألو؟ أهلا وسهلا فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني عرفتي شو الجواب؟ تمسح، بس أنت لابسة زي حليمة، نفس الشيء. أنا لابسة مثل حليمة؟ إيه. أوكي نيالي لكان. شكراً لك فاطمة، وشكراً لصديقتي حليمة على مشاركتكم الدائمة معنا. جواب فاطمة وحليمة كانت تمساح، يا ترى صح أو خطأ؟
ما بنعرف، لازم نستنى نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال لحتى نعرف ما هو الحيوان البرمائي الذي يمتلك فمًا واسعًا وشكله يشبه الضبط. فكروا كثير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو عذيبة، أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك. مفتاح. أكيد أكيد. مين رح يشارك؟ موزة وسيف وسعيد وفخامة. أوكي ألو. أهلا موزة، خبريني شو الجواب. شكرا. أوكي سيف. ألو. يا سيف خبرني شو جوابك. شو سيف؟ سيف ألو. كأنه انقطع الاتصال لأن أنا بطلت أسمعكم للأسف أصدقائي، انقطع الاتصال. أكيد أنا عم بستنى مشاركات سيف وسعيد وآمنة وسارة وهنية وكل الأصدقاء. لا تنسوا تكتفوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول من أضخم الزواحف التي لا تزال حية حتى الآن ويشبه الضب في تكوينه، وهو حيوان برمائي يعيش في الماء واليابسة ويمتلك فمًا واسعًا يحوي 60 نبًا في الفك العلوي و40 في الفك السفلي، ويمتلك لسانًا طويلًا وله ذيل كبير يساعد في الحركة الإنسيابية في الماء. شاركونا حليمة وفاطمة وديبة وموزة وكانت إجاباتهم التمساح. يا ترى صح أو خطأ؟ لازم أنتوا كمان تفكروا كتير منيح، تسألوا الموجودين معكم أو تسألوا جوجل كمان، مع أني أنا متأكدة أنه كلكم بتعرفوا هاي المعلومة لأنه كتير سهلة وأكيد مار علينا كلنا. فكروا كتير منيح أصدقائي، كثفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم وخبروني كمان إذا شفتوا هذا الحيوان شمرة على الحقيقة، مثلا كنتوا بزيارة لحديقة الحيوانات وقدرتوا تشوفوا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ منى. منى أهلا وسهلا فيكي، أول مرة بتشاركينا صح؟ أوكي، خبريني من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ راس الخيمة وأنا عمري 7. العمر كله منى، طيب قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ الجواب هو التمساح. شفتي شي مرة التمساح ولا لا؟ ولا مرة بس بالصور. حديقة الحيوان. أوكي خفتي منه؟ حسيتي إنه حجمه كتير كبير؟ إيه. أوكي شكرا لك منه، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال ونشوف ريمبو شو رح يخبرنا. ريمبو طبعا بيتمنى تكوني صديقته الدائمة. مين لسه أصدقائي غير منه والأصدقاء اللي شاركونا كمان رح يتصلوا فينا ويشاركونا، تذكروا إنه اليوم ونهار الثلاثة فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركونا وتدخلوا معنا السحب لهذا الأسبوع وتكونوا من بين الرابحين ونجوم الأسبوع وتكونوا مثل صديقتي فرح. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو فرح. صح. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني فرحتي إنك كنتي نجمة الأسبوع وربحتي؟ كتير. أوكي الحمد لله، ألف مبروك. خبريني فرح، عرفتي شو الجواب؟ تمساح. أكيد. أكيد. في حدا رح يشارك كمان؟ أريدة. يلا تمام. ألو ألو. أهلاً أهلاً، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خلي فرح تاخذك معك مع الرحلة، أوكي؟ أوكي. خبريني شو الجواب بسرعة. صح. شكراً لكم صديقاتي فرح ولينا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. انتهى الوقت يا أصدقائي، وسؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان البرمائي الذي يمتلك فمًا واسعًا وشكله يشبه الضب؟ والجواب أكيد صح التمساح. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم، تذكروا أن كل ما تواصلتوا معنا أكثر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. أصدقائي رح أذكركم كمان أنه جائزة هذا الأسبوع هي رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأزرق، وهالمرة اللون بيقول وكالة أبحاث ودراسات واختراعات
أنشئت عام 1957 ميلادي، ويعد برنامج ميركوري هو أول برنامج لرحلات الفضاء البشرية في الولايات المتحدة. ما هي الوكالة المسؤولة عن البرنامج الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول وكالة أبحاث ودراسات واختراعات أنشئت عام 1957 ميلادي، ويعد برنامج ميركوري هو أول برنامج لرحلات الفضاء البشرية في الولايات المتحدة. ما هي الوكالة المسؤولة عن البرنامج الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فكروا كتير من أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، تقدروا أكيد تطلبوا مساعدة من الموجودين معكم، وكمان تقدر تسألوا جوجل ما هي الوكالة المسؤولة عن البرنامج الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم. يا ترى كالعادي رح يكونوا حليمة وفاطمة أو حدا من الشلة أول متصلين، ولا صديق جديد رح يتصل فينا ونتعرف عليه ويتعرف على البرنامج ويخبرنا جوابه. فكروا كتير منيح أصدقائي. مين رح يكون أول أصدقاء؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 يا أصدقائي، ألو. أنا ما عم بقدر أسمعكم أبداً أصدقائي. ألو 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 مرحبا، مين معي؟ حبيب. أهلا وسهلا حبيب، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خبرني شو جوابك؟ أكلت ناسا. أكيد صح. نعم. شكرا لك حبيب، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، وكالة ناسا. هيك قال حبيب، ما بعرف إذا جوابه صح أو خطأ، بس أنتوا كل اللي عليكم كمان تفكروا كتير منيح، تسألوا الموجودين معكم وتسألوا جوجل إذا هالجواب صحيح أو إذا عندكم مثلا إجابات تانية. أكيد أنا وريمبو نسمع. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا، خبرينا عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ وكالة ناسا. أخذتي من حبيب ولا من حدا تاني؟ لا لا أنا بعرفه. أوكي شكرا إلك صديقتي. فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ وكالة ناسا. أكيد كمان أنت بتعرفي؟ ما شو؟ ما بدها حكي. يا سلام، معناتها انت بتعرفي لحالك. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه على مشاركتكم الدائمه معنا. حليمه وفاطمه كمان جاوبوا وكاله ناسا. انتم اصدقائي بتقدروا تفكروا كثير منيح وتتصلوا فينا قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال، لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تكونوا نجوم الاسبوع ومن بين الرابحين. رح ارجع اخبركم اللون الازرق هالمره كان بيقول وكاله ابحاث ودراسات واختراعات انشئت عام 1957 ميلادي، ويعد برنامج ميركوري هو أول برنامج لرحلات الفضاء البشرية في الولايات المتحدة. ما هي الوكالة المسؤولة عن البرنامج الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح نخط اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. أهلا وسهلا حبيبة، خبريني شو جوابك؟ وكالة لا. متأكدة صح؟ أكيد. مين اللي رح يشارك؟ موزة سيفتي. هلا اهلا موزة، شو الجواب؟ اوكي تمام. بعدين شيت. اوكي تمام، شكرا لك موزة. سيف سيف يا سيف. الو. ايوه سيف، خبرني بكل حماس شو الجواب؟ وكالة ناسا. هذا الحماس؟ وكالة أهلا سعيد، قلي شو جوابك؟ برا سعيد. وكالة ناسا. سعيد. أوكي خبرني شو جوابك؟ وكالة ناسا. شكرا لكم أصدقائي عديبة موزة سيف وسعيد، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ لحد هلأ كل الإجابات موحدة وكالة ناسا، ما بنعرف إذا جواب صح أو خطأ. شاركونا أصدقائي وخبروني أنتوا شو بتتوقعوا، صح هذا الجواب أو عندكم إجابات تانية. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو. اسمي منى. منى أهلا وسهلا فيكي من جديد، خبريني شو الجواب؟ جواب ما سمعت، توضحي صوتك شوي. جواب هو ناسا. وكالة ناسا صح؟ اوكي منا خبريني مين ساعدك، الماما ولا البابا ولا جوجل؟
ماما. شكرا للماما واكيد شكرا لمشاركتك منا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمه الاسبوع من بين الرابحين وتجي لعنا لهون على الاستوديو. خلي الاصدقاء يتعرفوا عليكي، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو 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 لينا؟ لا فرح. فرح اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ وكالة ناسا. حدا ساعدك ولا انت بتعرفي؟ لا انا بعرفها. اوكي لينا وحمزه رح يشاركوا؟ يلا. الو الو اهلا اهلا لينا، خبريني شو جوابك؟ وكالة ناسا. شو هي؟ وكالة ناسا صح؟ صح. شكرا لك لينا، حمزه رح يشارك؟ لا. اوكي شكرا لكم فرح ولينا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. انا ورينبو عم نستناكم اصدقائي، فكروا كثير منيح وكتفوا اتصالاتكم. اذا كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تتواصلوا معنا، واذا ما كنتوا عارفينه بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم وكمان من جوجل. واذا هيك كنتوا شوي محتارين انا ورينبو رح نحاول نساعدكم قد ما نقدر. لحد هلا بعدنا كل الاجابات موحده وكاله ناسا، يا ترى اجابات الاصدقاء صح او خطا؟ ما بنعرف، لازم نستنى شوي، باقي اقل من دقيقه. يا اصدقائي فكروا كثير منيح وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل اجاباتكم. يا ترى فرح ولينا رح يكونوا اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا اصدقائي بيقول: ما هي الوكالة المسؤولة عن البرنامج الفضائي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والإجابة أكيد صح وكالة ناسا. ألف مبروك للي شاركوا معنا، ورح نعرف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. كمان مرة وقف عند اللون الأزرق أصدقائي، بس هالمرة اللون بيقول: مدينة بشمال إيطاليا هي عاصمة إقليم فينيتو، تعد الأكبر بالإقليم من حيث عدد السكان والمساحة. تتكون المدينة من جزئين منفصلين، حيث تعتبر من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر المدن جمالاً في إيطاليا. ما هي المدينة الإيطالية الأكثر جمالاً وهي عاصمة إقليم فينيتو؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: مدينة بشمال إيطاليا وهي عاصمة إقليم فينيتو، تعد الأكبر بالإقليم من حيث عدد السكان والمساحة، وتتكون المدينة من جزئين منفصلين، حيث تعتبر من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر المدن جمالاً في إيطاليا. ما هي المدينة الإيطالية الأكثر جمالاً وهي عاصمة إقليم فينيتو؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة حليمة، عرفتي؟ أيوة. شو؟ البندقية. كيف عرفتي؟ أنا لحالي. برافو عليك، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ أول. نعم. تلميذة على عايشة. من عايشة؟ أوكي أكيد بيوصل. حاضر. كمان أنا بسلم كتير على عايشة وبقلها شكرا كتير عايشة، كتير عم تتعبي معنا. رح ناخد اتصال فاطمة كمان ومشاركتها. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، خبريني شو الجواب؟ بندقية. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. اصدقائي ما هي المدينه الايطاليه الاكثر جمالا وهي عاصمه اقليم فينيتو؟ فكروا كثير منيح، شاركونا حليمه وفاطمه وكانت اجاباتهم البندقيه. يا ترى صح او خطا؟ لازم نستنى لينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال لحتى رينبو يخبرنا الجواب الصحيح، مثل ما بخبركم دائما. اذا ما كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تطلبوا مساعده من الموجودين معكم وكمان من جوجل. نجمة الأسبوع فرح، أنا ورينبو عم نستنى مشاركتك يا صديقتي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو فرح. صح. أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ كانت البندقية. وكيف عرفتي؟ لحالة عرفتها. أوكي فرح، لينا رح تشارك؟ يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا لينا، خبريني شو جوابك؟ البندقية. البندقية أكيد أكيد. شكرا لكم صديقاتي فرح ولينا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا نجوم الاسبوع. ومن بين الرابحين معنا مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم وشاركوني كل الاجابات. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 اصدقائي عذيبه. ايوه
أهلا وسهلا. أهلا. خبريني شو الجواب؟ البندقية. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ لا بدون مساعدة. أوكي. عذيبة مين رح تشارك كمان؟ موزة وسيف وسعيد وسارة وعمنا. أوكي. أنا. أهلا موزة، شو جوابك؟ البندقية. شكرا إلك يا صديقي. أوكي. سيف. أنا. سيف يا سيف، خبرني شو جوابك؟ البندقية. شكرا لك صديقي سعيد. يلا يا سعيد. ايوه خبرني شو الجواب. البندقية. شكرا لك سعيد. امنه وساره. الو امنه ولا ساره؟ ساره. اهلا وسهلا. أهلا. خبريني صديقتي شو جوابك. البندقية. ومتاكده صح؟ اكيد. امنه. الو الو. اهلا اهلا، خبريني صديقتي شو الجواب. البندقية. اكيد اكيد. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون كل اجاباتكم صحيحه وتقدر تكونوا نجوم الاسبوع. ومن بين الرابحين مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا اصدقائي باقي شويه وقت، فكروا كثير منيح وتواصلوا معنا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تقدر تدخلوا معنا السحب تكونوا نجوم الاسبوع وتربحوا رحله برمائيه بتبدا وبتنتهي من مركز برجمان الموجود باماره دبي وهي لاربع اشخاص. رح ارجع اكرر عليكم اللون الازرق للمره الرابعه لليوم. بيقول مدينة بشمال إيطاليا هي عاصمة إقليم فينيتو، تعد الأكبر بالإقليم من حيث عدد السكان والمساحة. تتكون المدينة من جزئين منفصلين حيث تعتبر من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر المدن جمالاً في إيطاليا. يا ترى شو الجواب الصحيح يا أصدقائي؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ منيب. منيب؟ منيب بالدال ولا بالباء؟ بقى. اوكي اهلا وسهلا فيك صديقي، اول مره بتشاركنا؟ نعم. ايه نعم. اوكي عرفني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ احكيكم من الامارات من راس الخيمه، عمري 12. اهلا وسهلا فيك يا صديقي. خبرني موني، بقدر تعرف شو الجواب؟ البندقيه. اكيد. نعم. اكيد. نعم. نعم. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكون نجم الاسبوع. واكيد انا وريمبو بنتمنى تكون صديقنا الدائم، تشاركنا دائما وتجاوب على كل الاسئله. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ باقي شويه وقت، كثفوا اتصالاتكم وهيك اتصلوا بسرعه، خبروني شو اجاباتكم واستغلوا الوقت والفرصه وخبروني شو اجاباتكم. للاسف بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال اصدقائي. 2 1. وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي المدينة الإيطالية الأكثر جمالا وهي عاصمة إقليم فينيتو؟ والإجابة أكيد صح، مدينة البندقية. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومة وحدة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. فكروا كتير منيح وشاركوني اتصالاتكم، خبروني هيك شو بيخطر على بالكم أجوبة، اتصلوا فينا ولا تكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين رح نعرف ريمبو شو مخبي وإذا غير اللون الأزرق أو لا، ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر الحمد لله وأخيرا، وهاللون بيقول فيتامين ضروري جدا للإنسان حيث يقوم بإنتاج الكولاجين والبروتين في الجسم، وهو ضروري لالتئام الجروح ويكون على شكل مسحوق أو بلورات بيضاء أو صفراء قليلا أو أقراص فوارة تنحل بسهولة في الماء. متواجد في كثير من الخضار والفواكه أهمها البرتقال والليمون. ما هو الفيتامين المهم لجسم الإنسان ويكون بعضه على شكل أقراص فوارة تنحل بالماء؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول فيتامين ضروري جدا للإنسان حيث يقوم بإنتاج الكولاجين والبروتين في الجسم،
وهو ضروري لالتئام الجروح ويكون على شكل مسحوق أو بلورات بيضاء أو صفراء قليلاً أو أقراص فوارة تنحل بسهولة في الماء ومتواجد في كثير من الخضار والفواكه أهمها البرتقال والليمون. ما هو الفيتامين المهم لجسم الإنسان ويكون بعضه على شكل أقراص فوارة تنحل بالماء؟ فكروا كثير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم وتذكروا أنه كل ما نمرض شوي ماما بتقلنا لازم نشرب هذا الفيتامين. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. فرح. صح. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ فتبيبسي. أكيد أكيد. مين ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي؟ ولا حدا، لحدا عرفت. يا سلام، شكرا لك فرح. لينا رح تشارك؟ رح تشارك. يلا تمام. ألو 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 ألو. أهلا لينا، خبريني شو جوابك؟ فتبيبسي. أكيد أكيد. طب مين ساعدك؟ مين قال لك؟ ولا حدا. ولا حدا أبدا. شكرا لكم فرح ولينا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. فيتامين سي، يا ترى يا اصدقائي صح او خطا؟ لازم نستنى نهايه الوقت. اتصال جديد ونقول الو. الو 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 الو. عذيبه ولا حليمه؟ لا عذيبه. عذيبه اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ فيتامين سي. اكيد اكيد. بدون مساعده صح؟ بدون مساعده. اوكي، مين رح يشارك؟ موزه. الو. اهلا موزه، شو جوابك؟ فيتامين سي. شكرا. اوكي ايوه سيف. الو سيف، خبرني بكل حماس. فيتامين سي. شكرا لك صديقي. سعيد رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. الو ايوه سعيد. يلا كمان انت خبرني بحماس شو الجواب. فيتامين سي. بس هيك حماسك؟ ألو ألو. أكثر منك. أيوة سارة. سارة ولا آمنة؟ سارة. سارة أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ فيتامين سي. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لكم. في حدا كمان؟ آمنة. ألو. أيوة آمنة، خبريني شو جوابك يا صديقتي؟ فيتامين سي. شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي. باقي حليمة وفاطمة وينكن؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، شفتي كيف الاتصال بسأل عنك، خبريني شو الجواب؟ فيتامين سي. حدا ساعدك ولا أنت لحالك؟ لا معروف البرتقال. أوكي ممتاز، شكرا لك حليمة وفاطمة. رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أيوة يا فاطمة، شو الجواب؟ فيتامين سي. متأكدة صح؟ مليون أكيد. مليون أكيد. مليون شكرا فاطمة وحليمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائنا اليوم لأول مرة بيشاركونا، منيب ومنا. أكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم من جديد، فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم. كل الأصدقاء لحد هلأ كانت إجاباتهم فيتامين سي، أنا وريمبو ما بنعرف، يمكن يكون صح يمكن يكون خطأ. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، بنهاية الوقت ريمبو رح يخبركم الجواب الصحيح. وأكيد كل ما كان كل ما اتصلتوا أكثر وكانت إجاباتكم صحيحة بتزيد فرصتكم لحتى تدخلوا معنا السحب بنهاية الأسبوع نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. تذكروا أنه هذا السؤال ونهار الثلاثة هي فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركونا وتكونوا نجوم الأسبوع. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. ما هو الفيتامين المهم لجسم الإنسان ويكون بعضه على شكل أقراص فوارة تنحل بالماء؟ مين لسه من الأصدقاء هيك ممكن يتذكروا بسرعة الجواب أو ممكن حدا يساعدهم أو ممكن يسألوا جوجل ويشاركوني إجاباتهم لحتى يكون عندهم فرصة ليكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. رح ناخد اتصال ونقول ألو. أهلين. مين معي؟ نيف. اهلا وسهلا فيك صديقي من جديد، خبرني عرفت شو الجواب؟ شو؟ مريض. ايه خبرني شو؟ انا ما سمعت الجواب، وضح لي بس الجواب يا صديقي. الو. الا خبرني شو الجواب ما سمعته. فيتامين سي. حدا ساعدك ولا انت لحالك عرفت؟ ماما.
ماما الله يحفظها، وشكرا لمشاركتك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدر تكون نجم الاسبوع من بين الرابحين. ولتكون نجم الاسبوع يا صديقي لازم تشاركنا كمان نهار الثلاثاء، تكثف اتصالاتك وتحاول تجاوب على كل الاسئله. يا ترى منير رح يكون اخر الاصدقاء المشاركين لليوم ولا في حدا هيك رح يستغل نهايه الوقت ويتصل فينا ويشاركنا؟ فكروا اصدقائي لتكونوا نجوم الاسبوع وتربحوا رحله برمائيه لاربع اشخاص بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. يلا يا أصدقائي فكروا كتير منيح واستغلوا الوقت، للأسف بدأ العد التنازلي. فعلا منيب كان آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم وانتهى الوقت. أصدقائي سؤالنا كان بيقول ما هو الفيتامين المهم لجسم الإنسان ويكون بعضه على شكل أقراص فوارة تنحل بالماء؟ وأكيد الجواب فيتامين سي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أصدقائي هون بيخلص مشوارنا معكم لليوم، لا تنسوا تشوفونا نهار الثلاثاء بنفس الموعد. باي باي.